معانا ام احمد اسكندريه. الو، اهلا بيكي. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. انا بحبك قوي قوي قوي. احبك الله الذي احببتنا من اجله. الله ربنا يخليك. يخليك يا رب. بقول لحضرتك، اتفضل. انا جوزي دايما يحلم ان هو بياكل موز وبرتقال كتير. ابشر. ما شاء الله عليك. تمام. دي حاجه. في بقى حلم تاني انا كذا مره احلمه، بس مره الاولانيه خالص كان من فترة، كان بحلم بالرئيس، الرئيس بتاعنا دلوقتي. وبعد كده لسه حلمك الحلم ده من 3 أسابيع بالظبط، إن أنا كنت راكبة معايا الأتوبيس اللي هو أتوبيس الطبيعي العادي ده، كنا راكبين مواصلات. ألو، معاكي، سامعاكي، اتفضلي. كنا راكبين مواصلات عادي خالص، فكان هو قاعد وسط الناس عادي خالص وكان متواضع معانا خالص. فأنا كنت راكبة معاه، فهو كان عندي مشكله بالنسبه لجوزي ان هو مش متثبت في الشغل وكده، فقلت ايه اقول له على ان هو مش متثبت في الشغل. فهو سمعني وكده هو، فقال لي ايه ربنا يسهل. فاثناء ما هو، نعم بقول لك يا رب كملي. الله المستعان. فاثناء ما انا كنت معاه كده هو في المواصلات، اتصل بحد قال له ايه جيب لي طماطم وخضار عامه، ما اعرفش ايه علاقه ده بده. وبعد كده قمت من الحلم. حلو قوي، ابشري ان شاء الله خير يا رب. اللهم صل. الحلم الثاني بقى برضه حلمت بالرئيس برضه. تمام. حلمت ان هو كان بيقول ان انا ما وصلتش اللي انا فيه ده بالساهل، ده انا كنت شقيان بقالي 17 من وانا عندي 17 سنه ودلوقتي عندي 70 سنه ووصلت اللي انا فيه ده بعد، فاهمه، بعد فتره طويله 17 سنه وهو شغال وشقيان، وفي الاخر ربنا كرمه بالوضع اللي هو فيه وهو حاليا عنده 70 سنه. حاضر. ده كان في الحلم الكلام ده كله. حاضر يا حبيبتي، اوكي. بس ف اللهم المستعان. ان شاء الله خير. حلم بالنسبه. حاضر. تمام. حاضر. هقول لك. تمام. بصي بالله عليك ردي عليا دلوقتي بعد. على طول والله. حاضر. بصي، بالنسبه للموز لجوزك، الموز ده جمع من الاموال والذريه. تمام؟ فدي بشاره لي. والبرتقال بيقول لك جايه من البر والامان، فطالما هو شاف البرتقال في الرؤية فان شاء الله ربنا هيامنه هيريح باله. وبعدين اصلا البرتقال كنايه عن ايه؟ فرحه او سعاده، فلونه يعني صفراء تسر الناظرين، فهو في فرحه داخله عليه وسعاده مقبله يعني، الله اعلم. ده بالنسبه لرؤيه زوجك. اما بالنسبه لرؤيه الرئيس وراكبه معاه في الاتوبيس وكده، ده دلاله على ان شاء الله باذن الله في خير يا اصحابك. حاجه يعني فيها علو شأن ليكي ولزوجك، بما انك طلبتي فده مطالب منك الدعوه لله تعالى، رفع دعوتك لله تعالى. فلعلها ساعه اجابه مثلا النهارده. خدي يعني قولي مثلا ايه النصف الاخر من الليل، ادعي التلت الاخير من الليل، ادعي كده وان شاء الله لعلها ساعه اجابه. الرؤيه اذا اولت وقعت. وكلمة طماطم أو خضار دي جاية من الخير، والطماطم الطمأنينة، فأبشري يعني إن شاء الله بإذن الله في بشارة داخلة عليكم بأمر الله. دي حاجة. أما بالنسبة للرئيس لما بيقول لك أنا ما وصلتش بالساهل، الكلام ليكي أنت بقى، هو بيوجه لك الكلام، يعني مطالب منك الجد والاجتهاد والسعي للوصول لما تتمني. طبعا المطلوب إيه؟ الجد والاجتهاد مع الله، لأن رقم 17 ده أصلاً لما تحسبيهم تلاقيهم عدد صلوات النوافل 17، فانت بس جدي واجتهدي كده لغايه ما ربنا ينولك ما تريدي. هنا رقم 70 ملوش مجال من التفسير الا يعني طول العمر لسياده الرئيس الله يمد في ايامه، وطول عمر ليكي من حضر القسمه فليقتسم، ولكن المقصد فيه رقم 17 بس، محافظه على النوافل، والله اعلم.